مرحبا بالاصدقاء اخوان والمتتبعين ديالنا واللي تيبغيونا واللي تيشجعونا، وراكم تتشجعوني انتم اللي دافعيني. دافعيني ما عندي ما سالكم، الله يكثر خيركم. لي كومونتير ديالكم راهم تيعجبوني بزاف، لي كومونتير ديالكم تيعجبوني بزاف، وتيعجبوني شي وحدين ما تيجاوبوا على شي وحدين اليوم تي شويه تي احتقرونا وكذا احتقروا خير يوسف. على اي هذه هضره اخرى، تنسلم على الاخوان كلهم اللي في الاخوان المغاربه اللي عايشين هنا في المملكه الحمد لله، واللي هما تيدونا لايك وتيشجعونا وتيبارطاجيو وتيهضروا معنا بلي كومونتير ديالهم. تنشكر الاخوان اللي هما في الدول الاوروبيه وفي امريكيتين، ولان تيجوني شي رسائل عرفتي تنتعجب، من تجي من استراليا ومن كندا وهذا تنتعجب، وتنجي نتشجع وتنقول الحمد لله عندنا متتبعين. ما يهمش متتبعين تيبغيونا، وهذا مزيان الله يكثر خيركم والله يطول عمركم، وانا راه الاشاره ديالكم وديما غنقلب لكم على شي حاجه زوينه وشي حاجه مليحه اللي تونسكم في الغربه ديالكم اخواني في الغربه. وتنشكر الناس ديال بلجيكا وسيرتو واحد المجموعه ديال الاقارب ديالي هناك اللي تفكروني فاش درت هادشي، ولاو عاد تيتراسلوا معايا وتيصيفطوا ليا، وحينا الرحيم بعضياتنا. وبسم الله في القنيطره كنا خدامين، راه اليوم تنعاودكم قصص اللي خدمتهم انا عشت فيهم، ولكن حنا في البرنامج اللي عندنا في المستقبل غنخدموا قصص اللي وقعوا في المغرب كامل، ونقدروا نخرجوا القصص اللي وقعوا المغاربه في الخارج، خارج المملكه، وقعوا لهم مشاكل، تعرضوا للجرائم ولا كذا كذا برا وهذا وهذا. وانا تنطلب من الله باش كل الجريمه وكل قصه تنعاودها في هذا الشان تفيد، ويكون منها واحد الافاده اللي غيستافدوها الناس، ماشي غير نعاود لهم نعاود لهم نعاود لهم بحال الخبيره حتى ينعسوا وصافي. لا. كنا خدام في القنيطره في الشرطه القضائيه. واخا. طاحت واحد الجريمه، واحد المدير ديال المدرسة في رمضان تقتل سيدي قاسم، وهاد الجريمة عطات واحد الصدى كبير لسيدي قاسم، ومشاو الطلبة تما خرجوا شي معلمين وتيندو الجريمة الجريمة كذا كذا. سيدي قاسم بحثوا في ديك الجريمة، بحثوا ما وصلوش شي للجاني، اضطروا باش يمشيو ناس من القنيطرة، واحد لابريكاد مشات من القنيطرة باش تبحث تما، لانه كان سيدي قاسم تابع القنيطره. راه بعض المرات تنخلي بعض المدن ما تنقولش عليهم، بعض المرات تنذكرهم وما تفاهمنا شيء، على واش نقول المدن ما نقولش المدن، ما نقولش الاسماء ديال الناس وصافي، ما نقولش التواريخ، هذا كنخليو المدن، لانه ما نبقى نكذبوا على مدينه نحيدوا مدينه نكذبوا على مدينه ما يمكنش. هادشي مكتاب، والمجرم في كل بلاصه، والراجل الطيب راه في كل بلاصه، هادشي ما خصوش ياثر. على اين؟ مشات واحد لابريكاد نقيتو، بقاو خدامين تما، ضربوه تما شي 8 ايام ولا 9 ايام تا هما، ما جابش الله، جاو بحالهم قال لك ما كاين شيء. ناض السيد الوكيل العام، دار واحد الاجتماع للمسؤولين، قال لي يا ودي انا كنت ضابط شرطه، كنت مكلف فرقه محاربه العصابات وداك الشيء، وكان تيعرفني وتعرف الحزن ديالي، تعرف شويه نخدم، قال لي يا سي الخراز الله يرضي عليك، خصك تنتقل لعين مكان، دير جروب ديالك وسير تما، سيروا تما سيدي رمضان هذا، سيروا تما كملوا هذا رمضان دوزوا تما كملوا. سيدي قاسم ما داروا شيء، هاد الجروب اللي مشى من القنيطره ما دار والو، سيروا تما سيروا جلسوا تما. مشينا سيدي قاسم. في الصيف، رمضان كان جا في الصيف، وسيدي قاسم في الصيف، والناس يعرفوا سيدي قاسم في الصيف. سيدي قاسم في الصيف خبيزته داك الشمس ديال سيدي قاسم. حباه الله بديك الشمس، حباه الله باش ما نجرحوش الناس. سيدي قاسم الشمس حاره، ومشينا لعين المكان، وبدينا خدينا داك الشيء اللي جمعوا اللي قبل منا، هذه مسطره، هذا محضر ديال فلان، هذا محضر ديال كذا، هذا محضر ديال كذا. شنو وقع؟ في رمضان في الليل ورا الفطور، واحد مجموعه ديال المعلمين ومعهم واحد المدير تيجلسوا في واحد القهوة من بعد العشاء، وتيبقاو مقصرين، تعرف رمضان الناس يبقاو مقصرين حتى السحور قبل السحور، المهم السهر ديال رمضان راه معروف، الناس كلشي تيبغي يصاف رمضان، تيبقاو مقصرين بعضياتهم، وتيخرجوا من ديك القهوة باش يمشيو للحي اللي ساكنين فيه، وخصهم لابد يدوزوا فوق واحد القنطرة اللي تحتها تدوز القطار، قنطرة تجمع ما بين
الاحياء ديال سيدي قاسم، واحد الاحياء ثانوي اخرى تبع سيدي قاسم، وتما تدوز التران من التحت والقنطره من الفوق، تدوز فوق القنطره وتمشي مع واحد الطريق وتمشي لواحد اخر تتفرقوا، هذا دارو ليه دارو ليه دارو ليه دارو، واحد الحي سكني كاين تما. واحد المدير كنت يمشي معاه، مدير ديال المدرسه، راجل اوبيز راجل غليظ مسكين غليظ غليظ بزاف، لابس واحد فيستا غليظ وغادي. القنطره بداو فيها من هنا، وصل هنا الحد ديال القنطره، الحد ديال القنطره هنا في الراس ديال القنطره باش غتسالي القنطره. هو يغوت قال اي قتلتيني قتلتيني او ضحرب قتلتيني قتلتيني، وطاح وطاح على القشد وطاح على جنبه هكا الجنب اللي كان شد فيه، هو فيه السكر. دوك المعلمين اللي معاه كانوا سبقا قدامه سابقين، هو ديما معطل سابقين، وجاو امنوا اه فيه السكر ما فيه السكر، وداو اي قتلني قتلني ما مفهمش شنو قتلني. حتى واحد ما كاين تما، مشاو تيجريو جابوا الماء جابوا الماء، جيب السكر جيب السكر، جابوا الماء داف السكر الله عطاو يشرب، شويه جيو يهزوه ويشوفوا الدم خارج، الدمايات خارجه، الراجل صخف الدمايات خارجه. ويلي شنو قال، عيطوا للبوليس عيطوا من البوليس، هذا ماذا جات لومبيلونس هزوا الراجل داوه، مات مات مضروب بجنويه كبيره، وجنويه دخلت لداخل ودخلت داست لي في الكلاوي ودازت لي في هذا هلكاتو وقطعت لي شي كلوه وهلكاتو لداخل هلكاتو طويله ديك الجنويه وماضيه. وداك اللي قتلو كيفاش دار ليه؟ الرجل دايز وغري دايرها ولابس واحد 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 فيستا ديرها وغادي، اخرين قدامه خاويه، هذاك جا من اللور هز الفيستا وخشى فيه الجنويه وخلى الجنوية تما وهبط. فين مشى الله اعلم، ديسبارو الناس مسمرو داروا المعلمين ما لقاو حتى واحد، ما لقاو حتى شي واحد. دار كان واحد المره ديال زمن ليه قالت اودي انا شي واحد جاب صحابني غيضرب ليه الجيب، وراه هبط دخينا كي دار هنا القنطره، هنا الرجل وصل هنا ضربوا هنايا تحت القنطره، كاين واحد الهبيطه غير هبيطه مصاوبينها غير الناس برجليهم اللي تيدوز مع القنطره، واحد الهبيطه فدوز على شي بلاصه فيها شي زباله تما وتدخل تحت القنطره. هو داكشي اللي دار دخينا، ضربوه هبط ودرب مشى ديسباري ما شافو حتى واحد. المره كانت كانت واحد الدري حداه كان صحابني ولدو ولا شي حاجه قرب لي كان دازا من لي وسط عينيها، شفت داك الدري هبط، عرفوا بان داك اللي ضربوه هبط ودار وهبط وتحت القنطره وزاد. مي شكون؟ الله اعلم، ولا شي واحد شافو ولا شي واحد تبعو ولا شي واحد، لان حتى دوك المعلمين مجاو عارفين فيه السكر ومن السكر اه مسكين السكر السكر، ما شافوش بان الضربه راه تحت، حتى شافوا الدمايات هابطه، عرفوا بان تضرب وتبين لهم بانه جريمه القتل. شكون اللي قتلوا؟ الله اعلم. وبدا البحث من طرف الشرطه ديال سيدي قاسم، داروا مجهودهم ذاك رمضان الصيف وهذا داروا مجهودهم والو، عشر ايام والو. الناس تيخرجوا دوك الاساتذه والتلاميذ تيديروا تظاهروا تما قدام الكوميساريه وتيغوتوا كذا ما كذا. وبعض المرات شي مدينه تيقعوا فيها الجرائم بزاف تنضوا بعض الناس تيبقاو يغوتوا تيطالبوا زعما شدوا المجرمين ديروا فعلوا يغوتوا، تيبقى يقولوا دي سلوغون تيقولوا شي كلمات، وبحال تيوليو البوليس هما اللي داروا داك الشيء. غادي لا ما هذا والبوليس ما طاطا، بحال البوليس هما اللي داروا داك الشيء. هما اللي داروه هادشي اللي وقع في سيدي قاسم، تيجيو تيهجموا عليكم قدام الكوميساريه، شي بوسي يقول راه تيعايروا فيا، سمع سمع تيدوز تيعايروا بسميتو اه دريس وا الخرباق، بحال البوس مساكن هما اللي داروا داكشي. شحال من مره تتوقع القضيه هادي؟ شحال من مره؟ اه شفنا ديال طنجه وقعت جريمه، ولكن الناس تيقول الشهدره تتبس بالبوليس، البوليس ما درتوش ما كذا، شي وحدين قلبهم طايب صاحبي، والبوس كرهوا وشدوا دخينا في ذاك النهار وتهنا المصيبه. السيدة خدات واحد بوعد وخدات واحد صداع ونضوا هذا ودخل فيها التلاميذ ودخل فيها كذا، دخلوا شي علينا الزرايات قدام بلدية، والبوز ديال سيدي قاسم داخل وما لقاو مساكن كيديروا، ضربوا ديك 10 ايام شي داخل عليهم هذا صحابي يقول شنو درتوا، الاخر يسول فيهم اساسي الليل ونهار تيقلبوا موصول، مشاو القنيطرة بريكاد تما ضربت تطابت فيها شي 12 واحد، تطابت ما جاوش شي، مشينا حنايا شنو عندنا؟ مشينا تنقلبوا، لقينا حاجة واحدة اللي كاينة، قال لك اسيدي واحد دري تيقول هذاك السيد انا دزت قدامه ودير واحد الكاسكيطه هذا اللي وصلوا ليه وتيدير السيليسيوم، ولكن الوجه ديالها تيدير السيليسيوم متسدى حدا راسه هو اللي كان واقف تما، عنده شي اديداس شي سيرفيت مهنا مسكم مكتوب فيها اديداس، شي واحد كان تيدير
قلبوا سيدي قاسم على اديداس، قلبوا على كذا، قلبوا على كذا. احنا مشينا ركزنا على حاجه اخرى، ركزنا على السيليسيون. قلنا شي واحد كان واقف تما ديال السيليسيون، قلبوا ما لقاوش. قلنا السيليسيون وغنبقاو مع موالين السيليسيون وغنجيبو موالين السيليسيون. مشينا عند البوليس تما، قلنا لهم ودي راه نديرو الحمله على موالين السيليسيون. جبنا شي 10 ولا 12 موالين السيليسيون، وتعرفوا الدراري تيديروا السيليسيون. هو دخل من عندك البيرو في رمضان مع ديك الريحه ديال السيليسيون، وفي رمضان تيولي داك البيرو كله سيليسيون. حنا كنا تبقى نبحثوا معاهم، واحد الوقت تشوف عينيك بداو تيهبطوا داك السيليسيون. باش نقول لكم هاد القضيه هادي ضربنا فيها واحد الربع ايام، في الاخر وحنا حنا نفطروا، فطرنا كاع فطرنا. كان واحد الدوار تنقلبوا على شي واحد هذا فطرنا، والله الا فطرنا جبنا الماء وشربنا في الطوموبيل، صافي صافي الروحه تخرجينا على اين؟ من تنجيبوا اللي تيبيعوا السيليسيون. تندخلوا واحد بواحد، قلت الاخوان كيما شوفوا لا غوات لا كذا لا مريب، نفسروا هاد خياتنا وما بغيناش نشدوك مع السيليسيون ولا تبيع السيليسيون ولا لقينا عندك السيليسيون وما عندنا ما نديروا بهذا الشيء. قول لنا غير لما انت تبيع شكون الدري تيجيو عندك. بقينا تنسولوا واحد بواحد تيبيعوا السيليسيون، نمشيو ندخلوا على الدار تنشدوه، واخا تلقاو السيليسيون وها خلي داك السيليسيون شنا في السيليسيون، يقول لك شدوه على السيليسيون قول خلوه الميت بقاو تيقلبوا على موالي السيليسيون. تنجيبوا لكم موالي السيليسيون واحد بواحد، ومن تركنا وتنجيبوهم في الليل تنجيبوهم وتيفطروا تما، تيعطوهم فطور تخليهم حتى الليل، ما بقيناش نقدو حنا نهضروا معاهم، تركنا بالريحه وداك الشيء. تندخل داك السيليسيون بوحدو لما تتبيع فلان فلان، تنقول شوف حنا واحلين ولدي في واحد القضيه الله يرضي عليك. واحد خينا عنده سيرفيط ما هنا زرقاء وكاتبين فيه هنايا اديداس، شكون هذا تيدير السيليسيون؟ ناض واحد خينا واحد النهار قال لنا شوف اديداس كانت عند واحد الدري في الدرب عندنا سيرفيط ما جاب تاريخته من جبل الطارق من جبل الطر، قال لك وكان مره ما تيدير السيليسيون ولكن ما بقاتش عنده هاد الايام. توريه لينا نوريه لكم. جينا من ذاك الدري قال لنا داك السيرفيط ما كانت عندي ولكن بعتها لواحد خينا راه في ذاك الدوار، واحد الدوار قالنا سميتو. هو يقول لنا واش شاف هذاك الخطير هذاك؟ هذاك والله تيقتل الخطير، راه تنعرفوا هذاك راه المضى الشاف، تعرف الهضره ديال دوك الخرمازه راه المضى وتيبغي المضى وديما هز المضى. قلنا له الحمد لله لقينا واحد الباب. مشينا جبنا ديك خينا لقينا ويجي وحنا نلقاه يا خويا واحد المعكس وواحد الخطير وتيدافع راسو بالعنف، وما تشدونيش وانا مالي وهذا طا وحمق ومخربق. وجبناه ما بقاش يبحث معنا داك السيد، وبقينا معاه بقينا معاه تنقول له والو طلع للسماء وهبط للارض جيب لنا السيرفيط مالي باع الشرك هذا مقطع توريها لينا في السماء توريها لنا جيبها لينا والسلام. بغينا ديك السيرفيط اللي فيها اديداس تحطها لينا والسلام. وزيرناه والو ما بغاش يهضر. قلت له اش غديروا؟ تخينا هذا تخينا حتى سيدي قاسم وجايه امه واقفه قدام الكوميساريه وتقول لها الوالده واتكرسوا عليا وكذا. هزينا دينا القنيطره هزناه في الليل هزيناه بحال الاختطاف وجبنا لا بريكاد ديال القنيطره. صافي دابا ما بقات لا امك لا سيدي قاسم لا اختك لا تغوت علينا لا دينينا دابا هنا سير على النبي. عزلنا يا خويا في البيرو شاف راسو ما بقاش في بلادو وما بقاش ديك بوليسي تيعرفو تيقول له با مصطفى شوف تتكرفسوا عليا با مصطفى اش تعرف فيا با ادريس ما بقاش داك الشيء هذا با مصطفى ولا با ادريس ولا وجبناه ودخلناه وزيرناه. قال لنا السيرفيط ما كانت عندي وراها داها عطيتها لولد عمتي في مكناس عطيتها ليه كان عندنا في الدار عطيتها ليه. شحال درت تالي؟ ديك النهار قلنا ديك النهار هو باقي رمضان ديك النهار قلنا عام ولا عامين ثلاث شهور سبع شهور غيدوخنا. قال لك غادي شي ثلاث سيمانات ولا كذا. قلنا اخويا صافي صافي هي اللي بغينا ما بغينا حتى حاجه اخويا غير سيرفيط ما في اديداس صافي. هزينا يا اخويا وشدينا الطريق مكناس تقعد الليل والطريق وجبنا داك ولد عمو وجبنا السيرفيط ما وجبنا ولد عمو معنا قاصير وجبنا معاه بوه يلاه معنا قنيطره فوقاش عطاها لك تأكيد فوقاش نهار كادر. قال لك قال واحد كلمة قال أنا كنت عندهم ما تنقراش ما بقيتش تنقرا مشيت عندهم إيه نسمعهم تما تنخرج معاه وتنجي معاه
وثلاثة ندير السيليسيون مرة مرة، هو اللي علمني السيليسيون. إيه وجاب الله بوه تيقول لي قول صح قول صح. أو جا ديك الليلة وصبن السيرفيت ما واحد الليلة وقال لي هادي خذها في الصباح ديرها باقا ساردة غادي غتمشي أنت اليوم غديها معاك، ودار لي في ميكا ساردة. شنو فهمنا أنايا؟ شم الاخبار من موالين السيليسيون تيقلبوا على سيرفيت واحد مكتوب عنده اديداس، شم الريحه هو ولد عمته غادي غادي نكنا صبنها وعطاها ليه باش يلبسها. لقينا هذاك ولد عمته فوق السفر، سفر لغد ديال الجريمه. حنا شدوا فيه شدينا فيه مزيان، هو يعترف اعترف واحد الاعتراف خطير. ما قال لنا انا اللي ضربته، قلنا لي علاش؟ قال لنا انا كنت نقرا في المدرسه وبا كنطلق امي ديك المدرسه اللي فيها داك المدير، وداك المدير كان ما طلقت امي واحد النهار جات معايا امي عنده كنت عطلت وقال ليها انت متلقاش ما تبقايش تجي تغسلي ليا وتصبني الدار وتديري في الدار وديري وديري وديري. قلت سيدي الدري في الابتدائي، الابتدائي باقي العام اللي غيطلع الثانوي باقي صغير، وبقات امي تجي عنده ديما تجي الدري تيقول لي راه امك تدخل عنده وراه هادي راه هادي راه هادي. فهمتوا؟ الدري هز واحد الفكره بان امو تمشي عند ذاك المدير من اجل الفساد، والدراري ولاد المدرسه تيقول لي راه داك تيدي امك تمشي عند امك تدير. علاش؟ امو كان فيها جوج ديال الحوايج، كانت مرا شويه زوينه وكانت مرا اوبيز غليظه، والدراري تيقولوا لي راه امك تمشي عنده كذا كذا. شي مره تخاص مع شي دري قال لي راه امك تديها المدير تديها المدير ما المدير. سماو فيها القضيه هذه. حيت شي مره با داك اللي مطلق امو جا عند امو تيتخاصم معاه قدام باب المدرسه عند داك المدير، قال له هذاك المدير ديال ما بغاو فعلك وترك لك وهذا وهذا وكذا، وبقى تيقول شي هضره خايبه. والدري سمع هذيك الهضره ولا الدري تيقول امو ما تخدميش عنده ما تبقايش تمشي عنده. هذاك المدير حتى هو مسعدو جاتو مصيبه يمكن باري ولا كاين شي حاجه ولا ما كاينش حاجه الله اعلم، راه في دار الحق واش كانت بينهم شي حاجه ولا شويه مزير مع الدري. الدري بقى مزير مع الدري ويخرج من المدرسه كاع ما بقاش تيقرا، بقى تبع مالي السيليسيون ما بقاش لا كان تيتكبس عليا وتيضربني وتيقول لي وتيدير لي وتيدير لي. يمكن ذاك المدير ما عنده حتى شي حاجه في هذه القضيه هذه، ان ربما المدير ما يمكنش يكون عنده علاقه باش يضرب الدري، يحن عليه كاع يحن عليه ويقربوا ليه وكذا حيت ولد فلانه وهذا. الدري بقى هاز هذيك في قلبه هازها، دخل مع مالي السيليسيون ودخل مع كذا وتيشوف ديما ذاك المدير تيدوز ديما لما تيجي ذاك المدير تيجي بحالنا حنا شي معلم كان عندنا بكري من تنشوفوه تيقول هذا السي فلان اللي كان سلاخ عرفتي تنتفكروا ما كانش كان تيقرينا تنتفكروا كان سلاخ كان سلاخ كان ظريف صافي شتي تنقولوا كان قرانا مسكين وكان هذا كان سلاخ ما كان سلاخ. حيت العيب ما تيتنساش والخير تيتنسى، العيب ما تيتنساش سبحان الله العظيم والخير تيتنسى. ماشي واحد في العيب ما تينساش تيبقى هازو الا لو وقفتي انت واحد النهار طلبتي شي مسامحه وهضرتي انت وياه وقلتي سمح لي على واحد الوقت. اما الخير دير بعض الخير وانساك. واحد مسكين في الشارع عطيتي 100 درهم قلتي لي عقل عليا انا عطيتك 100 درهم يقول الله يكثر خير. وهذاك المسكين واحد النهار جيتي وقلتي لي حيد من هنا باب حيد من هنا بعد مني كان تيشوف فيك تي خالك هذا ويضربني هو كان تقول لي واش عقلت لي 100 درهم يقول لك فوقاش ما يعقلش وكان عقل انت جريتي عليه وضربتيه ودرتي لي شي حاجه خايبه. وديك الليله درمدان داك الدري وجد واحد الموس مزيان جنويه ومضاها مزيان على خاطرو رانا كيفاش مضاها وفين مضاها وفين دارها، وانتظر وعرف ان داك الاستاذ كل ليله تيدوز مع المعلمين وتيمشيو لقدام هو ديما مأخر اللور ديما عرف الراجل ثقيل تيبقى تابعهم غير بلا ما تيكونوا غاديين، وتسنى حدا ديك القنطره في القنت ديال كاسكيطه ودير السيليسيون تيشم باش داز شي واحد تيديرها ما يبانش هذا، وتيدوز داز الاستاذ هز جاكيت خشاع هذاك الموس مزيان وجبدو موس كبير وجبدو وعلق مشى لدارهم ورماه في البير عندهم بير رماه في البير. الصراحه لما جينا لدارهم وقلبنا على الموس وداك الشيء لقينا الموس
ولكن ما ذكرش النبي انه رماه في البير، لان لقينا الموس، لقينا ديك الشجره ما كان فيها لا دم لا والو. ولكن هو لما جينا النهار الاول وقلنا له غدا ان شاء الله غتجيب التريكو تجي وتجيب معك ولدك وتجيب لك كارت ناسيونال وكذا وكذا وكذا، صافي ديال عرفناه باش نوجدوا البحث، حيد الموس من تما وخشى في واحد القصدير، لكن كان في البير. طاب تاع الاخر قال لنا الموس كان في البير هو الاول، راه فاجيتو عندي النهار الاول الموس في البير. ولكن النهار الاول جينا ماشي بإلقاء القبض ديال التفتيش، هو نعرفوه ونعرفوه هو سميتو كنيتو كذا شتي يدير كذا 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 كذا. وكان نهار الضربة الأولى كان فيها إلقاء القبض ديال التفتيش في عين المكان، كنا نقدو نلقاو ذاك الموس ونتناو النصائب اللي ضربنا ديال المكناس وديال هادي وديال هادي وديال هادي وديال هادي. وشد ذاك السيد وتعتقل. وهذيك هاد القصة هادي اللي عشت فيها عشتها صاحبي مع ذوك موالين السيليسيون، ذوك الأطفال ديال السيليسيون وذاك العالم ديال السيليسيون. والسيليسيون راه من المخدرات اللي يمكن يتمنع يمكن يتحيد، لان السيليسيون باش سهل يتحيد الدري اللي تيقلب سيليسيون راه كاين مول السيليسيون تيبيع سيليسيون تيبيعو في حوانت، كاين مول الحانوت تيبيع لهم السيليسيون حوانت تيبيع لهم السيليسيون، لانه تيعطي للقاصرين قدو ندخلو حنايا على الحانوت ونهزو مول الحانوت ونهزو السيليسيون كاع اللي تيكسب ونديو نقدموه خص المحكمه هنا تضربك بحال هادو سيليسيون الدوليا تيبيعوها مالين دروغري تيبيعوا الدوليا، تيعرفوا ديك الدري غادي بالدوليا باش يشموها، مابقاش يكذب ولا انا قال لي المعلم ديالي صيفطني، ما كانش المعلم ديالي صيفطني. والسيليسيون خصو يتقنن، السيليسيون يديه سيكليس فتبيع السيليسيون لمن وجا عندي واش تنبيعو مالو ممنوع يديه سيكليس، يعرف الناس تيبيع عليهم يجي رجع بعقلو وشري السيليسيون، ما يتباعش للقاصرين والدوليا ما تتباعش للقاصرين. ماشي هذا هو موضوعنا، وهذاك شق من الموضوع هذا هضرنا، شق من الموضوع هذا الهضره هذه اللي درنا. وانتم شفتوا هاد الجريمه كيفاش واشنو استفدنا منها؟ استفدنا منها لان اللي تدير فيه العار ما تنساكش للاسف، واللي تدير فيه الخير تنساك. وداك الاستاذ ما دارش في ذاك الدري العار الله اعلم، او دار فيه العار الله اعلم، ولكن ذاك الدري بقى هذيك الحاجزه وعلى ود خرج من المدرسه وبقات في راسه هزه حتى دار بها ديك الكارثه. وكما قلت انايا راه كاين واحد المخدرات يمكننا نقضيو عليهم، يمكننا نقضيو عليهم. راه السيليسيون ساهل القضاء عليه، وراه الدوليا اللي تيديرو لك الدري ساهل القضاء عليها. وهاد الدراري ما تيكون داير السيليسيون وراه تيكون ديك الدوليا راه والله ما تيشعروا، راك تشوفهم تيقيسوا في البنات، تيطيح لك الكرسي يجهز لك السكر من القهوه، غادي تيسبوا تيعرفوا بعضياتهم ديال ها ما تيشوفوش في الناس اخرين، اه مصطفى زيد صاحبي وهذا وغاديين مهيجين تشوف مهيجين. والقضاء عليه سهل، سهل لما نقضيو عليه نشوفوا اللي تيبيعوه ويمشيو المحكمة والمحكمة تنزل عليهم الضربة، ونقنوه بأنه السيليسيون الدوليا ما تعطاش للقاصرين، ما تعطاش للقاصرين. ودوك الناس اللي تيبيعوا الدوليا والسيليسيون حيت هو مخدر، هاد جوج نهضر مخدرات، خلي حنا الكيف وما تابع، هاد جوج اللي تيديروا من الشباب الصغار هذاك يكون عنده واحد الحس ذاك مول السيليسيون بأنه هذا تيشري وخرج كبير، واش بغاه البيكالات والشغل ديالو ولا بغاه يبيعو؟ هذا تيدي الدوليا من عندي ماشي معلم، نقول له اخويا خلي ديك الدوليا ما غنبيعهاش اليوم، سير سير الله يعاونك. اه بان راه مع البيع راه باين باين حتى واحد ما يكذب علينا، انت ما تهمك حتى حاجه، حاطين حانوت تبيع السيليسيون الدراري، الاخر تيبيع الدوليا، البرامل ديال الدوليا تيبيع الدراري، ماشي الدراري ديال السيليسيون ديال هذا فاسق فاسدين ما صالحين لوالو. الدراري قدامنا تنشوفوا الجريمه تتنبت وتتكبر قدامنا في الشوارع بهاد الدراري هادو، تنشوفهم غاديين الجريمه غاديين 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 طالعين. اش غتمنى تسنى انت من الدري المسكين تيدير السيليسيون قاصر والدري تيدير الدوليا، تسنى واحد المره تكون له شي حاجه؟ تسنى منه مجرم تنسطو القان بوهالي كذا كذا كذا. نتمنى من الله هذا الشيء يعاود رسالة توصل الناس يوعاو بهذه القضيه هذه، ورسالة توصل لكم وتوصل تكون فيها افاده حسب ما قلنا حنا دابا. والله يخليكم على جناح الراحه السعاده، ونتمنى وليداتكم ما يقربوش لهذه المواد، يحفظهم الله يحفظ وليداتنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.